عبد الكريم الشرعي من خلية التحسيس داخل المؤسسات التعليمية. اللحظة كنتواجدوا في رواق الأمن المدرسي، خصوصا خلية التحسيس داخل المؤسسات التعليمية. كيف ما كتشوفوا الآن كنتواجدوا رفقة مجموعة ديال التلاميذ. بالنسبة للتواجد ديالهم هنا هو تواجد يعني من أجل معرفة مجموعة المعلومات، منها المواضيع اللي كنتطرقوا لها داخل المؤسسات التعليمية. بالنسبة للتلاميذ المستوى الابتدائي كنعطيهم مواضيع ديال السلامة الطرقية، كذلك بالنسبة للمؤسسات الإعدادية والثانوية هناك مواضيع كتتعلق يعني بالانترنت، العنف المدرسي، الاختطاف، البيئه، التحرش الجنسي، كذلك حقوق الانسان. يعني مجموعه ديال التيمات اللي كتهم التلاميذ وكتحصنهم الحياه ديالهم او المسيره الدراسيه ديالهم. كذلك كنرحبوا بجميع المواطنين والمواطنات والاباء وامهات واولياء وامور التلاميذ يعني في هذا الفضاء هذا، وكنشكرهم على يعني النجاح الكبير وعلى يعني التحفيزات ديالهم يعني، وهادشي كيفرحنا حنا بزاف كعناصر ديال الامن الوطني. وكذلك كنرحبوا بهم في النسخه الثالثه ان شاء الله اللي غادي تكون في السنه القادمه ان شاء الله، وشرفونا بزاف وشكرا جزيلا لهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.